خير على كل جمهورنا الأهلوية والرياضيين. صباح الخير عليك كريم. صباح الفل عليك وصباح الفل على كل حضراتكم متابعينا في كل مكان في العالم، وأهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. امبارح اتفرجنا كلنا على الماتش اكيد، وفي النهايه هنقدر نقول ان كره القدم مكسب طبعا وخساره، ودايما احنا روحنا رياضيه، ويمكن اتكلمنا امبارح على الموضوع ده، واحنا كده كده بنفكر في اللي جاي. احنا لسه قدامنا مباريات كتيره مهمه جدا، عايزين نركز في اللي قادم واللي عدى خلاص. زي ما قلنا القمه يمكن كانت للزمالك، لكن الدوري للاهلي باذن الله. يعني على كل حال ده اللي الفريق المفروض دلوقتي ان هو بيعمله، هو بيستأنف تدريباته بدون راحه طبعا استعدادا للقاء الجونه. فكل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا معاه في الحلوه وفي المره. اكيد طبعا. يعني كان في امبارح يعني كتير جدا من التعليقات، كتير من اللي كل لقطه منهم الحقيقه جديره بالتوقف عندها وتاملها، ولكن بشكل عام زي ما نهاوند بتقول في كل الاحوال يعني هي مش نهايه الدنيا ولا نهايه المطاف ان احنا نخسر لقاء، ولكن الاهم اننا نكسب البطوله، وطبعا ده الشيء اللي هم شغالين عليه بمنتهى القوه. احنا لغايه دلوقتي، ودي طبعا نقطه ما ينفعش ننساها، ما زلنا متصدرين الدوري، بس طبعا لازم البطوله تتحسب بشكل رسمي، وكمان لازم نركز في الاستعداد للبطوله الافريقيه القادمه بقوه ان شاء الله. هو ده. خلينا نروح بقى مع حضراتكم بعد كده لمواجهه قويه.